السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل معاكم رز وبسلة باللحمة. حطيت بصل على النار، نقول بسم الله. حطيت بصل على النار، حطيت فيها شوية زيت ومعلقة سمنة. شغل النار عليها. وعندي في الحلة اللي جنبها حطيت مية على النار برضو، حط فيها ورقتين لورا، واحدة من المستكة، وفلفل أسمر مجروش، المية خلاص هتغلي، هحط اللحمة فيها بعد ما تغلي. خلي البصلة تحمر كويس، المية اللي بتاعت اللحمة لازم تغلي كويس، لازم قبل ما اسقط اللحمة لازم تكون ايه غلت كويس. بعد ما اصفرت بالشكل ده حط فص ثوم، فص ثوم من هنا بالطعام. انا هحطه في الاخر عشان انا مش عاوزاه يتحمر ولا حاجه، هو بس عشان يدي طعم للبسله. بس بس كده انا عاوزاها كده مظبوطه. الطماطم انا عامله كيلو الا ربع، كيلو الا ربع طماطم على كيلو بسله عندي مفرطه، كيلو بقشره طبعا، بسله بقشرها كيلو وفرطته وعملت عليه كيلو الا ربع طماطم. وفي عندي جزر وعندي بتاع ده البطاطس. والمية عندي غلت بتاعت اللحمة اهي، حصقة اللحمة بقى فيها. ومقطعة بصلاية هحطها الأخرى. نغطيها، هتغلي وهدي عليها النار. بعد ما تغلي هدي عليها النار، يا دوب تقلب بس كده. هنا الطماطم هسيبها تتسبك معايا. دلوقتي انا هنقل التسبيكة دي، هنقلها دلوقتي على حقين تانية عشان اعمل الرز، عشان ما ايه الوقت ما يسرقنيش. حط الحلة على النار، نحط الزيت عشان نعمل الرز. غسلت نص كيلو رز وهحط عليه قد ربع كيلو او اقل شوية شعرية.
كده احمرت وبقت تمام. حط الرز معلقة من الرز ده لازم نشوحه كويس كده، كل ما نشوح فيه يطلع الحرف الجميل. خلاص كده هحطله بقى المية بتاعتي. كوباية الرز لها كوباية مية، يعني الرز المصري الرز قد المية. وهو بالنظر كده احنا بنخليه يعني يدوب متغطي زي بس كده. خلاص كده الرز تمام كده، شايفين الشوربه يا دوب هي حاجه بس عقلة صابع بس اعلى من الرز كده. الملح بتاعه مظبوط، اغطيه بقى على ما يستوي. وكده الرز خلاص عندي اتشرب، هقلبه كده بقى وهدي عليه النار خالص. واشوف بقى عندي التسبيكة بتاعت البسلة هتعمل ايه. كده انا عندي البسلة هحطها تكمل وهي تسبيكة بتتسبك كده. هحط البسلة والجزر يستووا مع بعض. حطلها شوية مية عشان تستوي، سيبها لحد ما تقرب تستوي بقى وبعدين نشوف هنعمل ايه. واللحمة عندي بعد ما غلت بالشكل ده ههدي عليها النار، هخليها ايه يا دوب تقلب بس عشان تستوي بسرعة. كده عندي البسلة خلاص استوت، انا حطيت لها معلقة لا ربع معلقة من المعلقة دي ربعها سكر، دي معروفة طبعا الكل عارف ان البسلة بيتحط لها ايه سكر. والرز كده خلاص عندي استوى بقى مفلفل بالشكل ده عشان المية اللي حطيناها له مظبوطة طلع حلو كده. بطاطس بقى هعمل فيها دلوقتي البسلة، هحط لها بقى شوية البطاطس اللي انا مقطعهم دول. انا عن نفسي بحبها بسلة بالجزر بس الولاد بيحبوا البطاطس عليها، فانا حطيت ايه بطاطسية واحدة بس اللي مقطعاها عليها.
حط لها بقى الشوربه. زودها بقى الميه عشان تكمل سوا. حطيت الملح بقى، انا طول ما هي بتستوي في الاول كده ما حطيتلهاش ملح خالص، تطلع الملح دلوقتي في الاخر كده. هتغلي واحط فيها اللحم. وكده عندي البسلة خلاص تمام. يلا اغرف بقى كده. وخلاص كده انا غرفت الاكل اهو، وده كان غدانا النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.